بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الاكتويتر، تمام، وقبليها كنا اتكلمنا عن ايه؟ عن الديف تولز، تمام. السبرينج بوت ما فيهوش شرح كتير. انا قلت لك في الاول ان السبرينج بوت ما هو الا بيلم لك الدنيا بتاعتك، بيشوف لك الدنيا بتاعتك ماشية ازاي. كل اللي انت اللي علمته في اللي فات انت بتجمعه في بروجكت سبرينج بوت، بيخلي الكود بتاعك ريزابل اكتر، بيخلي الكود بتاعك تقدر تستخدمه بشكل يعني اسهل. وده حي ايه هيبان بقى واحنا بنبدا نشتغل على البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا هو البلايرز برضه. طبعا احنا من اول ما قدنا على سبرينج واحنا شغالين على ابلكيشن البلاير، من اول ام في سي لغايه دلوقتي شغالين على نفس الابلكيشن. ليه شغالين على نفس الابلكيشن؟ عشان نلاحظ الفرق ما بين كل ستيب وستيب احنا بناخدها. الام في سي في الاول كنا عملناه بالهايبر نت، تمام، شفنا بنعمل فيه ايه وشفنا السيشن. بعد كده عملنا بالريستفول ويب سيرفيس وشفنا برضو ازاي بنفتح السيشن ونقفله، وخدنا ترانزاكشنال. هنا هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فانت ماشي ستيب ستيب، بتشوف الدنيا بتسهل مره عن اللي قبليها. وهنا في السبرينج بوت الدنيا هتكون سهله خالص، يا دوب انت بتحط بس مجموعه من الكونفيجريشن والدنيا تبقى معاك تمام من غير اي مشاكل. موضوع سهل يا جماعه، الموضوع بسيط، الموضوع لذيذ، السبرينج بوت جميل جدا. فان شاء الله هنبدا نشتغل على البروجكت بتاعنا ونكريت اي بي اي خاصه بالبلايرز عن طريق السبرينج بوت، ونشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي، ونقارن ما بين دلوقتي وما بين قبل كده. فيها مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. انا هعمل كلوز اهو، تمام، وهعمل نيو بروجكت اهو. هروح على السبرينج انيشاليزر، هقول له ايه؟ نيكست، تمام. هقول له الجروب، هقول له كوم دوت، ممكن نقول له سبرينج دوت بلاير، تمام. هنا هقول له بلاير بلاير داش اي بي او، تمام. المافن تمام، الجافا تمام، الجار تمام، جافا 8. ابعد عن سناب شوت، خليك 1.0. بلاير نيم تمام، هقول له ايه هنا؟ بلاير اي بي او، تمام. هنا هقول له كوم دوت سبرينج، طبعا فوق نسينا ايه الجي اهي، هقول له هنا كوم دوت سبرينج نيكست، او خلي هنا كوم دوت سبرينج دوت بلاير، تمام. نيكست، هنا بيقول لك بلاش يكون في ابر كيس وبلاش الداش كمان، بلاير اي بي اي وخلاص. وهنا حتى في لغايه السبرينج، قصدي لغايه الايه البلاير. هنا الباكج بتاعتي، دي الباكج بتاعتي اللي هبدا من عليها الكود بتاع الجافا ده، جميل. هعمل نيكست، مش عاوز سبيس برضو، ما فيش مشكله اهو، خليها داش. حلو، هنعمل ايه؟ نيكست، تمام. هقول له خلينا بقى نضيف شويه حاجات حلوين كده، تمام، نتكلم عليهم واحنا شغالين. في مجموعه من الديبندنسي هضيفها، ممكن تكون جديده عليك، ما تقلقش هشرحها واحنا ايه واحنا بنشتغل دي فايدتها ايه. حلو، اول حاجه الديف تولز اتكلمنا عنها طبعا. خلينا نضيف اللون بوك، خلينا نضيفها وهشرحها لكم واحنا شغالين. نخش على الويب، ممكن ايه نضيف، تمام، السبرينج ويب طبعا، تمام، وضيف، تمام. عاوزين نضيف في السيكوال، نضيف الايه الماي سيكوال بتاعنا الدرايفر اهو، ماي سيكوال درايفر. وضيف ايه تاني؟ خلينا نضيف دول ونشوف لو احنا محتاجين حاجة تانية هنضيفها من غير أي إيه؟ من غير أي مشاكل. جميل. طبعًا هو احنا ناقص لنا، تمام، كمان ديبندنسي اللي هي السبرينج داتا جي بي إيه. دي طبعًا الجي بي إيه الخاصة بالهايبرنيت والسيشن والكلام ده كله. إذا عندنا الديف تولز عارفينها، السبرينج ويب ستارتر طبعًا عارفينها، اللي هو بيحتوي على التوموكات وبيحتوي على على سبرينج ام في سي وسبرينج ريستفول والكلام ده كله، تمام. وعندنا
السبرينج داتا جي بي اي دي اللي بتحول على هايبر نت والجي بي اي والاو ار ام والكلام ده كله الخاصين بالايه بالهايبر نت. الماي سيكوال درايفر ده الدرايفر الخاص بالماي سيكوال عشان اقدر اعمل كونكت بالداتابيز. تمام، هنا فاضل اللون بوك هشرحها واحنا شغالين ما تقلقوش، لغايه دلوقتي ما فيش مشكله. هعمل نيكست، هقول له تمام بلير اي بي اي اللوكيشن تمام في السبرينج كاريتهولي تمام، هعمل ايه فينش، هيعمل فينش هيبدا يكاريتهولي. قلت لك لازم تكون كونكتنج بالانترنت لانه بيعمل كونكت مع الايه مع الموقع اللي هو سبرينج اي او انشلايز وينزله. هقول له كلوز، ادي ايه ادي الابلكيشن بتاعي ما فيهوش اي ايه ما فيهوش اي مشكله. ان شاء الله نبدا نشتغل عليه من المره الجايه. حلو قوي، هروح هناك خليني اكريت ريبوزيتوري جديده اهو. ريبوزيتوري هقول له نيو، هقول له سبرينج بوت بلاير اي بي اي تمام بابليك، وهعمل كرييت ما فيش مشكله. هروح هناك تمام، احنا ممكن نيجي على الفي سي اس. طبعا انت المفروض هتروح على ماي كمبيوتر هنا اهو في الباكج بتاعتك اللي هي السبرينج في البلاير اي بي اي اللي هو ده، تعرف الايه الانت اللي هو الريبوزيتوري بتاعت الايه الجيت. لكن انت ممكن هنا تعمل في سي اس انيبل، هنا انيبل فيرجن كنترول انتجريشن وتعمل ايه اوكي خلاص. انت كده اكنك عملت انيشلايز للجيت بتاعتك. لو رحت هناك هتلاقي الجيت اتعرفت اهي. حلو، اذا كل حاجه بتعملها عن طريق الانتليجنت. كليك يمين هقول له جيت، هقول له ايه اد، هقول له جيت كوميت تمام، هقول له ايه بروجكت انيت انيشلايز يعني، هعمل كوميت اند بوش تمام اهو كوميت اند بوش. حلو، هيقول لي ايه ديفاين الريموت. هروح هناك هجيب اليو ار ال ده هاخده كوبي اهو، وهروح فين؟ هروح هنا اديفاين الريموت بتاعتي، هقول له ايه اوكي اهو، واقول له ايه بوش. هستنى لما يخلص البوشنج، هروح هناك هعمل ريلود اهو، كله تمام ما فيش اي مشكله، كل الفايلز اترفعت من غير اي ايه من غير اي مشاكل. ان شاء الله من المره الجايه نبدا بقى نشتغل على ايه نشتغل على البروجكت بتاعنا ونشوف الدنيا ماشيه فيه ازاي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك بتاعتي في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.